ده يرمين لوين رايحة يا بنت؟ لك أنا شو قلت لك؟ شو الظاهر ما بدك تضلي عايشة مو هيك؟ بعدي بعدي عني بعدي. وقف روح جيبها نيرمين. تعي لهون ولك تعي لهون نيرمين ارجعي أحسن لك. لك تعي لهون. شو بدكم فيني؟ نيرمين ارجعي أحسن لك. لوين رايحة؟ روحة من هون ما في. أمين مور خدها. لك تعي لهون. لك يلا مشان الله خلوني روح. رشا بدي روح اتركوني. كيف هيك؟ كيف قدرت تهرب من المعسكر؟ بوعدك انه ما تتكرر. زيدان زيدان لك قلت لك امشي يلا امشي. رشا خليها تنضب احسن لها. خلص ولا يهمك. يلا شو هالشغلة يا امشي يلا. لا تعذبي حالك، قلت لك من هون ما في إلك طلعة. بس أنا ما بدي. مو على كيفك. عدي عقلي أحسن ما تشوفي شي ما بيعجبك. ها أمين مريني هالبنت بأمانتك. خلص ولا يهمك. بنت حلوة مثل القمر. إيه والله التعصيب ما بيلبق لها. أنت بس لا تقولي لي لأ على شي. بدري 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 بسام شو بك؟ شو صاير لك؟ ولك شو بك ما عم تسمعني؟ عم اسألك قل لي شو صاير معك؟ استحي على حالك بقى، كل الرجال قاعدين عم يتفرجوا عليك. على كل الملحق عليك، الحق على اللي اجى لعندك. خليك قاعد عم تبكي مثل النسوان. توجيه الأوامر ما في أسهل منه. طبعاً هي معها حق، يعني شو فارقة معها؟ والله مو رايحة غير علينا، وهنن مو فارقة معهم. ايه والله معك حق، هن مو حاسين بشي. إن عشنا ونمتنا نفس الشي، لو في شي مستاهل ما منزعل، بس كله على الفاضي. والله شايف لك إذا بيضلوا هيك ما حدا رح يضل عنده. إن شاء الله بيرجع بدري بالسلامة وبتشوفي قدامك. عم يقولوا خزيت العين صاير عسكري ومعبي مركزه عقبال ما تفرحي فيه. صعيب المناسبة، قديش بده ليسترح؟ إن شاء الله عن قريب، الله بيعلم قديش قضى لحتى وصل لهون. بس يلا معلش، المهم وصل للي بده إياه. الله يكملها معه على خير، لأنه عن جد تعب كتير. والله الولد أغلى شي بالدنيا، الله يفتح بوشه ويكملها معه على خير. يا خالتي مريم يا خالتي مريم تعالي شوفي إجوا العساكر. قول والله إنك عم تحكي جد. والله عم أحكي جد. بعدولي يمكن إجا أمي. يلا أكيد بيكون إجا. يلا 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 الحمد لله يا ربي الحمد لله. يلا حبيبتي يلا دعوا يا بنات بدي أشوف أمي. بعدولي شوي. ممكن اسال سؤال؟ تفضلي. يعني وين بيكون ابني هلا؟ لسه ما اجى؟ كنت بدي اعطيه هاللحشه. اكيد بيكون بردان كثير. قل لي وين هو. الله يرضى عليك. بس مو لاعرف بالاول مين ابنك. اسمه بدري. بدري صغلام. شبك ابني شو في؟ اي بس لا تقلي انك ما بتعرفه لابني. ابني شاب مثل القمر طول بعرض. استنيني لحظه المسؤول جوا. ايه؟ رح فوت اسال لك يا دكتور طارق. في عسكري برا بده يشوفك. ما قال لك ليش؟ طيب خليه يفوت. تفضل.
دكتور كيفك؟ معنا شهيد. نحن اجينا هلأ مشان نخبر أهله، والضابط قال إنك لازم تكون موجود معنا. طيب بس مين هو؟ بدري صاغلان. رحمتك يا رب، هذا ابن الخالة مريم. ايه ابني، هلأ انت ما بدك تقلي وين صار بدري؟ ابنك بالضيعة يا خالتي. ليش ما اجا لكان؟ خير دكتور شوفي؟ اهلين، تفضل دكتور عود. ديالا شوفي ليش اجيتوا؟ ليش كلياتكن عندي؟ لا تقولوا لي بدري صار له شيء. خالتي انا رح اشرح لك ليش جاي. ابنك كان عسكري بيرفع الراس، وكان اشجع واحد فينا، بس باخر معركه قلنا، يعني قبل ما تنتهي المعركه بشوي، ابنك استشهد. العمر لك. بدري لك، انت شو عم تحكي؟ هو قال لي انه جاي لعندي. لقولي راح الغالي، راح عمود البيت، خلاص راح، راح نور عيوني. يا ريتني متت وما سمعت خبرك يا ابني. عم بصير تعملي بحالك يا لك انت ابني يا عالم، ابني راح، ابنك بطل، راح شهيد. شهر الله يا سيدي، بركي مو هو اللي ميت، يعني بركي انتو مخربتين بشي حدا تاني. خالتي مريم، مشان الله اللي انك مخربت، مشان الله قول انه مو ابني، مشان الله، مشان الله تطولي بالك بقى. ما بصير هيك. خالي مريم، يا ابني يا ابني يا ابني. دكتور طارق سامحني، هاتولي ابني، هاتولي ابني، بدي ابني، بدي ابني. بدري خلص خالي، يا حبيبي انت يا ابني، يا ابني قربي لعندي. خدي كلي هدول يلا. ما بدي، حل عني. اسمعيني، هيك ما بيصير. أنا ما بيهون علي تضلي جوعانة. أنت ما دخلك، خليك بحالك. شو يا حلوة، عم تعصبي علينا صايرة؟ بعد عني، اصحك تقربها. ليش بقى؟ خليني اشوف وشك الحلو عن قريب. قلت لك بعد عني، بعد هيك. لك لا تعيطي وليه؟ أنا بس بدي اشوف شعراتك. لك ولا بعد لك خلصي وليه؟ بعد عني. لك عامل لك خلصي. لك سدي حالك. عامل لك بعد عني. لك خلصي وليه؟ ولك بعد عنا أحسن لك. لا اللي بالله، أنت شو دخلك؟ اسمع شو رح قلك، هي البنت من ضيعتي، بأتركها بحالها أحسن لك، وإلا صدقني بطلع بروحك. حاجتك يا الله يخليك، مشان الله طلعني من هون بقى وخلصني من هالعلقة. هالشغلة مانا سهلة مثل ما أنك مفكرة. طيب ماشي، بس بترجاك تروح تخبر أمي وتقلها وين أنا، مشان الله ما بدي غير هالشغلة منك. والله لخلص عليه ولخلي يندم على الساعة اللي إجا فيها. طيب ليش؟ ليش هيك فجأة حل غضبك عليه؟ ليش شو صار؟ مو وقت السؤال هلا، انت نفذ وبس. شو هاد؟ وطو وطو. العسكر هنيك. هذا المختار. الو، ايه مختار؟
شفتون؟ بدي بس يطلعوا تخبرنا. تمام، الله معك. أنا برأيي خلينا نرجع أحسن. نحن لازم نروح على البيت السري، بس يطلعوا العسكر منروح ومنخلص عليه على الأخير. ديالا قليلي، ليش طارق بطل يروح من الضيعة؟ بصراحة ما بعرف، يعني عدم المؤاخذة حضرتك أمه وما قال لك بدك ياي قلي لقلي؟ ديالا حبيبتي بلا لف ودوران، هاي أم ومن حقها تعرف وضع ابنها. بقى إذا بتعرفي السبب يا ريت تقولي. لا كرمال الله تقلي لي يا بنتي، يعني إذا بده يضل من شانك معلش قولي. شو؟ شو هالحكي هاد رابعة خانو؟ ما في هيك شي؟ شبكي ليه ضايقتك لهالقد؟ إيه بتصير عادية، بلكي يعني هو حابك وضل مشانك. لا ما في هيك شي، صدقوني ما عم كذب عليكم. طيب نحن مصدقين، والله نحن ما بدنا شي، بس يعني بدنا نعرف ليش طارق غير رأيه وصار بده يضل هون بالضيعة. ليكي إذا كان بقيان منشانك أنا ما عندي مانع. قلت لك لا، شو بدك تعملي لي فضيحة؟ ليش ما عم تصدقوني؟ هو بيحب زينب. شو؟ مشان الله لا تقولوا لحدا، أنا ما كان لازم قلكم، مشان الله هالحكي بيناتنا. لكان منشان هيك هذا اللي خلاه ما يروح مع أمه. بعتذر كتير، لازم روح، في كم شغلة لازم ساويهم. طيب اخذي راحتك. ومن وين طلعت لنا هاي زينب كمان؟ شو لازم نساوي؟ والله ماني عارفاني شو عم يصير. حابب بنت البشوات؟ لا، وبنت اللي إله دار معنا. الدكتور عم يتفتل حوالينا. ها هلأ شفته ببيتها لمريم. أخي فهمني شو بدك. هلأ هيك أنا شو بدي؟ طبعا لأنه أنت ما دخلك. عن جد أنت جبان. الله يمضي هالقصة على خير، يا رب اتلطف فينا. يا رب دخلك الله. إذا سمحتوا الله يكون معك. ديالا جبت الأدوية معك؟ ما جبتهم كلهم ليكم. ما بكفي كمان ابنه فوق بصيرته، والله مو قليلة بالمرة. ويا الله ما في منا حرام. الله يكون معك يا رب. شت علي قوم. عمي ولك قوم خلصني. يا عيب الشوم عليك، شلون قدران تنام؟ ليش شو صاير عمي؟ شرفنا توسخ وعم تقول شو صاير؟ كنت مفكرك رجال. بس يا عمي البابا قال لي. خلص تكمل، أبوك عم يكذب وعم يقول هيك بس لحتى ما يوطي راسنا قدام أهل الضيعة. أنت شو مفكر؟ الدكتور داس على شرف العيلة ووسخه، والمفروض أنت هلأ تاخد بالدار وتقتله. الدكتور لازم ينقتل، وبإيديك أنت. يلا يا بطل. الله يخليك طمنا، كيف صار وضعه؟ مو منيح، الله يكون معه. مسكينة هالمرة، كيف رح تتحمل الجنازة؟ دكتورة طاها قبري هلأ ورح تضل نايمة. أصلاً كل اللي صار بسببك يا دكتور. أصلاً هذا الشهيد راح بسببك يا دكتور. عيب عليك تضل بيناتنا. عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك. خلصنا عم قولكم بكفي. بس هو خلصنا عم قول، شو بكون شو صاير لكم؟ ها شو هذا اللي عم تعملوه؟ قولك لو الدكتور خاين كنت أنا بحكي معه. أصلاً هالإنسان كتير قدم له الطيعة، وأنا عم قولكم هالشي وبعرف كتير منيح أنا شو عم بحكي. حاجة مسخرة بقى. يلا عنا جنازة، مو وقت المشاكل هلأ. يلا يلا خلصونا يلا.
هالقصة وترتهم كتير وخلتهم يصيروا مجانين كمان. الله جيرنا من يلي جاي. والله أنا قلبي نائزني كتير وبدي بقى تمضى هالجنازة على خير ونخلو. والله عيب عليكم، اصلا موقفكم هاد هو اكبر اهانه لدم الشهيد. اخ منكم يا حوينه شبابكم، لك وين كرامتكم؟ وينها؟ طيب قلنا مختار شو نساوي؟ شو فينا نعمل؟ نروح نقتله؟ طيب بلكي الزلمه ما طلع له علاقه بشي. ليش هو منين بالله؟ لك هاي مو ارضنا مو كرامتنا. اصحوا يا شباب. مسكي. قال لك امسكي. قلت لك ما فيني. لا فيكي. امسكي يلا. لك ما بدي. بلا بدي. ما بعرف. يلا حاولي. امسكي منيح. والله العظيم ما بعرف. تتعلمي. يلا حاولي لشوف. يلا امسكيها. امسكيها منيح. هلا صار لازم. صوبي على الهدف. يلا حاولي تصيبي الهدف. لك ما فيني. امسكي احسن لك. اضغطي على الزينات. يلا اضغطي. طيب ما بعرف. بلا خلصيني. يلا اضغطي. يلا. انا ما بعرف فيك شغلات. تعالي اورجيك شلون. شفتي؟ يلا امسكي. يلا بعدي عني. ما رح اقدر. اذا نمله ما بقتل كيف بدي اقتل بني ادم؟ طبعا لانك جباني. النمله قال الظاهر مو شايفه حالتنا كيف صارت ولا ما دخلك. طبعا ما انت مثل الكل رضيانين بعيش تذل وساكتين. انتو شو ما عندكم كرامه؟ انت صرتي هون هلا وبدك تساوي كل شي بقلك ياه. عم تفهمي؟ امين. نعم. خدم الهون. تعي يلا طلع عنا الاكل والشرب. امشي امشي. وليه اللي بعدها؟ يلا يلا قدامي.
فوتي عندي ولا بعد عني بعد احسن ما لمن عليك. ها طولي بالك، ما بدك تورجيني شعري، ما بتندمي. بعدين بسام مانو هون، بقى لا تعزمي حالك. والله اذا بتقرب علي بموتك. سهاد ما في شيء، هي هيك مثل المجانين. هذا الزلمه واحد حقير ودائما بيحاول يتقرب مني. ليك انا مو ناقصتك، وهي الحركات كلها ما بتفيدك. يا ربي ساعدني. الله يصبرك. بسام الله يحمي البعض. اخ يا اخي يا حبيبي يا حبيبي يا قلبي انت عطلت الاطراق يا حبيبي انت يا غالي يا قلبي انت يا قلبي. تركوني تركوني بدي طلع الغالي طلع الغالي يا عيوني يا ربي يا رد علي يا بدري رد علي يا حبيبي رد علي رد علي يا بني انت. يلا يا بطل هلا بيجي دورك انت. ليش رحت وتركتني هيك يا حبيبي؟ الله يصبر امك الله يطعم الشهاده الله يجعل مسواه الشهيد الله يصبر امك الله يرحمها. لا حول ولا قوه الا بالله رحمه الله جد ابراهيم جد ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بدي احكي معك. احكي لشوف بعد لي هيك حبيبي. دكتور اسمع شو رح اقول لك. هذا الاخ جاي وقصدك عم يقول إنه رئيس ضيعته مرضان وهن متأملين فيك الخير وبدهن ياك تروح لعنده مشان تشوفه بركي بتساعده. بقى شو بتحب جاوبه؟ قل له إنك موافق ولا شو؟ طبعاً رح روح معه، استناني. شكراً كتير إلك، لاحظني معي هنيك، يلا نمشي. طيب معناتها بس خليني أجيب شنتاتي وبلحقك، يلا يلا أنا عم بستناك. روح وراه. لفونا هنيك. شو يا دكتور؟ اجا وقت الحساب هلا. اي حساب؟ يعني ما تعرف؟ الأندال تعاونت معهم وقتلوه لبدري. هلا اجى الوقت لتدفع الثمن. بس انتو غلطانين، انا ما تعاونت مع هالجماعة بالمرة صدقوني. وعم تكذب كمان يا واطي يا كلب. لك كسروا تكسير، لا تخلوا في شي سليم. عم تفرج عليهم يا واطي. وقفوا ولك بعده هيك. ولك شو عم تعملوا يا مجانين؟ لك شو صاير لكم؟ يعني شايفين العالم كلهم واقفين بجنازة الشهيد وانتو جايين لهون وقاعدين عم تتقاوعوا على الدكتور؟ بعد هيك انت وياه. يلا بعده بعده من هون، يلا روحوا. انت منيح يا ابني؟ ايه منيح ماشي الحال. طول بالك، حقك علي، لا تزعل. والله حرام عليهم يعملوا فيك هيك.
ولك هذا يلي عم تتهموه انه عم يتعاون معهم، هن يلي قتلوا ابوه وهو قاعد هون مشان يساعدكن وعم يتحمل كل اخطائكن. بقى كيف هيك بتصدقوا كل هالحكي اللي عم ينحكى عليه؟ لك حلوا عن هالزلمه بقى. مزبوط، عيب عليكم بقى، استحوا حالكن. يلا نلعوا نلعوا من هون، روحوا من وشي. يلا العمى بقى، ينقر العمى. لك انا شو قلت لك تعمل مختار؟ لا وقاعد عم تتفرج عليهم، الكل لازم يعرف انه الدكتور طارق مانو غلطان. لا تواخذهم، الشباب ودريوا انه في خير بضيعتهم، نص رابطه يعني، هن ما بيعرفوا اللي نحن بنعرفه. طارق، انا اجيت لحتى احكي معك بموضوع. بعدين بنحكي امي. تعال شوف شو صاير لك، مين اللي عمل فيك هيك؟ خلص ما في شيء. شلون يعني خلاص؟ مو شايف حالتك؟ انا رح نادي لديالا لتغسل لك جروحك. امي، في مريض حالته تعبانه، لازم روح لعنده بسرعه. مستحيل خليك تروح لعنده وانت بهالحاله. امي تركيني. والله حرام عليكم، والله حرام عليكم اللي عم تعملوا ليكم قدامك. ما هو ابني صار تحت الطران، ليش عملتوا هيك؟ ليش؟ الله ينتقم منكم الدنيا واخره. وانت يا بسام يا ابن بطني، روح الله يغضب عليك اذا ما بتتوب وبترجع على الضيعه. والله قلبي ما عاد يتحمل، ما عاد يتحمل. رعبتني. اهلين مختار. اجا زيدان؟ ايه جوا. اهدئ. اجا المختار. مرحبا. اهلين. العسكر طلعوا من الضيعه.
شبك مختار؟ شو صاير؟ احكي. يعني بصراحة هذا الدكتور قصة طولت كثير. خلص لا تاكل هم واتركه بحاله كمان، لأنه هانت صفيان كم ساعة مو أكتر، وبترتاح منه للأبد. إيه هيك منيح. يلا بالإذن لك. زينب بنتي خير؟ شوفي بدي أحكي معك بموضوع. تفضلي. عم اسمعك. إذا ضل ابني هون رح يأذوه أكتر من هيك، رجاءً لا تخليه يتأمل أكتر، خلص خليه يروح. بس قلت له ما بدي، وحاولت خليه يكرهني كمان. بعدين هو قال لك إنه بقيان؟ والله ما بعرف شو بو، فجأة غير رأيه وبطل يروح معي، حتى ما رضي يقول لي ليش بطل. ليك يا خالي، بيني وبين طارق ما في شي بنوب، وكل اللي انحكى كذب، هي الحقيقة. فهمتيني؟ شو رأيك، معقول تكون عم تكذب علينا؟ أكيد، واضح إنه هي بتحبه كمان. نحن ما كان ناقصنا غير هالقصة، خلقة حاقدين علينا، بقى كيف إذا بدنا ناخد بنتهم؟ شو هالعلقة يا ربي؟ هو هلأ ما حليله غير هالبنت يعني؟ والله هالقصة ما نسهل أبداً. طيب شو بدنا نساوي هلأ؟ ولك انت شو عم تساوي عن بيتي؟ انا مو غريب يا خالتي. انت ابن الكبير للخالة مريم؟ ايه. العوض بسلامتك. اخوك بعرف خالتي، انا اجيت مشان طمنك على بنتك. عن جد؟ انت شفتها لبنتي؟ قلي كيفها؟ وينها هلأ؟ هي منيحة. طيب قلي هلأ وينها؟ شو عم تاكل؟ شو عم تشرب؟ احكيلي. طيب بس وينها قلي؟ بنتك وقعت بإيد الإرهابيين. منظمة ما هيك؟ طيب وشو وقع بإيد هالمجرمين؟ يا حبيبتي يا ربي دخيلك شو هالمصيبة هي. بسام انت فيك تحرر ما؟ الله يوفقك يا ابني، الله يوفقك. بسام بترجاك يا ابني، والله قلبي ماله لقيان. على فكرة انا وصلتني كل اخبار المدرسة، وطلع زيدان مو قايل هيك شي. والله بعرف، أنا حاولت أني أخبركم، بس يعني مثل ما بتعرفوا هالشغلة مو سهلة. خلاص حاجة تلف وتدور، احكي اللي عندك يلا. زيدان مشان يقدر يحقق مصالحه الشخصية عم يهين التنظيم. شو هاد؟ شلون يعني عم يهينه؟ رح أقلك شلون. يلا إلي. بديع يلا قولك انا بديع. يلا تعال لعنديبك رعبت. تعال شوفي شوي شوي. شوفي بدك تجي معنا مشان الدكتور. ليش بقى؟ بعدين بتعرف. يلا تحرك.
الدكتور مو مبين بالمرة. أنا منين بدي أعرف؟ كانت بدها تهرب من ظلام هالضيعة، قامت المسكينة وقعت بإيدين الأبشع منهم. كانت بدها تريحني وعلى أساس رايحة على المدينة، بس هالبنت حظها معتر. لازم تهدي حالك وتفهميني، أنت منين جبتي هالحكي؟ ومين قال لك وقع بين إيديهم؟ الله يخليك لا تسألني هالسؤال، ما بقدر أحكي، بس أنا متأكدة إنها بين إيديهم هلأ. الله يخليك، بيكونوا هلأ موتوها من التعذيب. هدول ما بيرحموا، مشان الله ساعدني. الله يخليك، اللي شو أعمل؟ طولي بالك يا بنتي، أنا هلأ رح أخبر المخبر، والصبح إن شاء الله بتلاقيه عندك هون وبكامل صحتها. مساء الخير جدي. أهلين خالة سناء. خالة شو بكي، خير؟ بنتي نرمين حبسوا أولاد الحرام اللي بالجبل. شو هالحكي؟ شو بيكونوا عملوا فيها؟ يا ترى لساتها عايشة ولا لا؟ بس نرمين لساتها صغيرة، بقى ليش ليحبسوها؟ بجوز يكونوا حاطين ببالهم هلأ إنهم يجندوها بتنظيمهم، مثل ما عملوا مع كل الشباب يلي أخدوهم من الضياع. تخيلك يا رب. وهلأ شو بدنا نساوي؟ ما فينا نساعدها؟ بدنا نخبر المخفر ونستنى للصبح، بركي بيجيبولنا إياها. يا رب سلمت أمري إلك يا رب. أسعك تقرب. ولك يا بنت أنت هالية كتير، روح من هون. تعالي. ولك لا تخافي، ولك قربي لعندي. ما عاد إيدك عني. ولك تعالي لهون ولا عاد تصرخي. ولك حاجة تصرخي. تعدي ومن دون صوت. أعطيني اللي بدي اياه وبرضاكي. أمين. لبرا رجاء. قلت لك اطلع لبرا. شفتي اني ما بكذب عليكي؟ شو يعني؟ شو فيا اذا عملتوا علاقة؟ لسه التزام ودين وما بعرف شو. انا بعدتوا عنك بس لانه ما عجبك. لسه بتلاقي 100,000 واحد. اطمني. انت شو عم تحكي؟ عم احكي الحقيقة، حاجتك علاق بلا طعمة. ولا بقى تفكري بالقيم، هي الشغلات صارت دقة قديمة. ايميا من راسك، ايميا.